وفي ناس وقتهم كباب الله سواء محمد عثمان. محمد عثمان ده قدرت تجي؟ ابو حميد ما شاء الله قدرت تجي؟ والله دكتور راتو في الشارع برضو. الله يعين. اي اخباركم ان والله شاء الله انتم كويسين؟ تمام والله الحمد لله الله يديك العافيه. معلش غايته مع دربكة شديدة لا لا والجري لا ما في مشكله ربنا يدي العافية. ان شاء الله باذن الله. والكمامات والقفازات والبتاع غايته الله يدي. يا زول اهم حاجه البركوشن دي مهمه جدا. والله مهمة غايته ربنا يدي العافية ان شاء الله ييسرها. ان شاء الله. الله السلام عليكم. الله يسلمك. الله لا السلام تتكلم مع السواقة وتواصل بس مع السماعة ما في مركز الوضع. باش مهندس صافي. السلام نعم، عليكم. عليه السلام. كيف أحوالك؟ تمام تمام والله الحمد لله. الحمد لله. أخباركم شنو؟ والله الحمد لله في نعمة والله. الحمد لله. يا نسرين دكتور ايوه فاتحة الفيسبوك. افتحه لحظة. اهلا تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس كيف أحوالك؟ إن شاء الله بخير. ازاي اخبارك؟ تمام الله يديك العافية، نحن بخير والله. الله يديك الصحة والعافية يا رب. الحمد لله. انت نزلت شغل يا باشمهندس؟ لا لا والله لسه رئيس. ما نزلت هنا في مكة مش كده؟ لا لا، مكة الفرع الوحيد اللي هم موقفين فيه العمل، طبعا منطقة مكة عموما. مكة عموما. ايوه نسأل الله السلامة. آمين يا رب آمين. الله يديك العافية باشمهندس. الله يسلمك. أيوة يا دكتور نزل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. أخباركم يا جماعة؟ تمام إن شاء الله. تمام كيف مسيرة؟ والله الحمد لله في نعمة. ايوه واضح يا دكتور نزل. تمام جدا شكرا شكرا. هاي كويس. كيف الليله؟ كويس تخلي الليله ظريفه صح؟ شديد انا غيت انا عن نفسي اول مره الليله اقفلها. ما شاء الله تبارك الله ممتاز. مبروك يا رؤى مبروك. المفروض في واحدة كم واحدة المفروض تقفلهم، لكن أنا ما أعرف بيحصل شنو يا باشمهندسة. ما هي لأن شاطرة شديد حقفل أنا إن شاء الله بكرة الصباح هديكم بجيب لكم مئات كمية كده. جدا جدا. الناس الشاطرين شديد ده اللي ما بقفل يا جماعة. روعة دي شاطرة. ما شاء الله يعني. أيوه ما شاء الله ما شاء الله المستهدى. أنا ما مقفلة يا أخوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا يومين كده منتكسه انتكاسه جديده. انت شكلك اليومين دول مركزه مع الضيوف اكثر. اي والله وحسي معانا الضيوف بالله يعني هحضر بس ربع المحاضره وحمشي ثاني كده يعني بكون بين بالين صاحب بالين ان شاء الله. ان شاء الله صاحب بالين كذاب يا اخي. السلام عليكم. بخير. وعليكم السلام ورحمة الله يا باشمهندس آدم. كيف تمام؟ كيف صحتك؟
الحمد لله الحمد لله. عارف. السلام عليكم، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة، كيف الأحوال؟ كلكم إن شاء الله بخير. والله بنعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم، كيفكم؟ الحمد لله. يا جماعة الحضور كويس، خلي أحسن نبدأ. في سؤال؟ ما في سؤال؟ طيب طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، حنواصل اللي هي البروجكت سكيدول مانجمنت. البروجكت سكيدول مانجمنت اخذنا فيه وقت يا جماعه، لانه زي ما قلت لكم مربوط بالريسك. معظم المصطلحات اللي انتم بتشوفوها هنا حتمشوا تشوفوها في الريسك، يعني منها وجزء حتشوفوه في الكوست، تمام؟ فانا اخذت فيه اربع محاضرات لانه مهم يعني، وفيه زي ما قلت لكم امبارح فيه حاجات الزول فهم من اول مره، ثاني بتقعليه يعني ما بيحتاج انه يكررها كم مره. في حاجه مهمه جدا برضو بالنسبه للاسئله بتاعت الامتحان، الاسئله بتاعت الاوفيشال اكزام عن الستاندرد ديفيشن والكالكوليشن اللي عملناه قبل. انت ما في الامتحان ما بتعمل كالكوليشن، تمام؟ بيجيب لك السيناريو جاهز، انت بس بتختار بيقول لك المفروض هنا تعمل شنو او تختار عندك. لما المشروع يكون بيزك، الحاجه بسيطه واضحه، انت طوالي تختار الكالكوليشن بتاع الترينجل، اوكي؟ لو قال لك المشروع ده كومبلكس، انت طوالي تمشي للبيتا، تمام؟ اظن قبل اروى سالت السؤال ده. فهو ده دائما في الامتحان، دي وحدات من الكلو بتاع الامتحان كده. يا استاذ عيد الحاجه اللي فاتت دي ثاني مره. طيب عندك انت امبارح احنا كان اتكلمنا عن الكالكوليشن بتاع الكالكوليشن بتاع البيتا والتراينجلا. لما تيجي تحسب تعمل استيميشن ل 3 بوينت استيميشن اللي هو الاوبتيمستيك والبيستيميستيك والموست لايكلي، تمام؟ متذكر الحاجه دي؟ فدي نحن بنحسبها بطريقتين، بنحسبها بطريقه التراينجلا اللي هي بتجمعهم الثلاثة وبتقسمهم بتجمع الثلاثة قيم سوا وبتقسمهم على ثلاثة اللي هي المتوسط بتاعهم. على ثلاثة. البيتا اللي هو بتجمعهم وبتضرب الموست لايكلي في أربعة وبتقسمهم على أربعة وبتجمعهم على ستة. أيوه. دي أنت دائما بتستعملها لما يكون عندك ريسك كثير، لما المشروع بتاعك يكون كومبلكس، لما المشروع بتاعك يكون في حاجات أنت لسه ما 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 متأكد منها. تمام. الحته بتاعت اللي هو الرولينج ويف بلاننج، تمام؟ احنا قلنا لما نيجي تعمل ديفاين للاكتيفيتيز بتاعتك، في اكتيفيتي بتكون ما واضحه الا لما تقرب منها، لما خلاص وكده تقرب بعدك بتتضح لك، ده بتكون في المشاريع الكبيره. فدي لما تيجي تحسب الاستيميشن بتاع، حسبه بالبيتا ما تحسبه بالتراينجل، تمام. وفي الامتحان الاسئله بتكون واضحه، يعني بيقول لك مثلا يعني بتشوف انت المشروع ذاته بيكون واضح، يعني حاجاته واضحه تقدر تستخدم او تختار الاجابه اللي عامل لها كالكوليشن بالتراينجل. لما يقول لك المشروع كومبلكس، طوال انت تشوف الكالكوليشن المعمول بالبيتا، تمام. في سؤال يا شباب؟ طيب ماشي. طيب الليله ان شاء الله برضو حنواصل طوالي في الديفلوب سكيدول، اوكي؟ حنيجي نتكلم يا جماعه الليله عن في حاجات مهمه جدا جدا لازم نتكلم عنها ونخدنا، اللي هي اسمها الكريتيكال باث ميثود، اوكي؟ اي مشروع لما انت تيجي تعمل الاكتيفيتيز بتاعتك وتعمل لها سيكونس تربطها مع بعض، اوكي، وتيجي تعمل ديفلوب للنتورك دايجرام، في حاجه بتظهر لك اسمها الكريتيكال باث ميثود، تمام؟ اللي هي المسار الحرج للبروجكت. احنا بنجي نشوف المسار الحرج ده ذاته شنو. في حاجه اسمها الفلوت اند سلاك،
يعني مرات بيكون عندنا اكتيفيتي بتكون فلوت وسلاك. فلوت وسلاك دي شنو؟ حنجي نشوفها بعد شويه. بعد ذاك لما يكون عندك مشكله في البروجكت بتاعك كويس، بتعمل حاجه اسمها كومبريشن. يعني مثلا فجاه كده الكاستمر طلب منك والله قال لك يا اخي انا ما عندي قروش ثاني عشان اديك اكمل باقي المشروع، انت مفروض لو عندك طريقه بتعمل حاجه اسمها كومبريشن اللي هي بتضغط المده الزمنيه بتاعت المشروع تمام، بحيث انها لا تاثر على الكواليتي والمشروع ينتهي في الوقت المحددينه تمام. وبرضه مرات انت بتكون حصلت عليك مشكله في واحده من الكم اكتيفيتيز الوقت بتاعها اتاخر، فانت بتقوم بتضغط اكتيفيتيز ثانيه عشان انك انت تنتهي من المشروع في الوقت المناسب. حنجي نشوفها بالتفصيل يعني. طيب الكريتيكال باث ميثود يا جماعه دي من الحاجات المهمه جدا جدا في المشروع، لانه بتعتمد عليها برضه الريسك مانجمنت تمام. اول حاجه انك انت لازم determining the longest path in the network diagram. The longest path in the diagram, in the network diagram اللي هو ده critical path. انت بتحسب الاكتيفيتيز كلها duration بتاعها 2 3 4 وبعدك بتشوف the longest الطريق الاطول ده هو ده critical path تمام؟ اللي هو ده الديسكريبشن بتاعه، قال لك الكريتيكال باث يا جماعه هو اللونجست ديوريشن باث ثرو ا نتورك دايجرام اند ديتيرمينز ذا شورتست تايم تو كومبليت ذا بروجكت تمام. هو شنو؟ هو اطول واحد، لكن في نفس الوقت هو ده اقصر وقت تنتهي منه في المشروع تمام. الحته دي ممكن تقول لكم فين، لكن خلونا لما نجي نشوف الدايجرام بتتضح لنا ان شاء الله. طيب easiest way يا جماعة to finding the critical path is to identify all the paths through the network and add the activity duration for each. طيب انت عشان تحدد الكريتيكال باث بتاعك اي اكتيفيتي انت لازم تربطهم مع بعض كويس. B بتبدا بعد A، C بتبدا بعد B وهكذا. لما تربطهم كلهم مع بعض اوكي، بعد ذاك انت ممكن تختار تقول كده اشوف انا لو مشيت مثلا من A ل B ل F لكده الناتج بيجيني كم. يعني بتجمع الديوريشن بتاع المده الزمنيه بتاعت اي اكتيفيتي تمام، بتجمعهم ثاني بتشوف طريق ثاني تمام، بحيث انه يا جماعه تاخد في بالك نحن قبل اتكلمنا عن المانداتوري اكتيفيتي ديبندنسي وتكلمنا عن الديسكرينشري اوكي. دي اللي انت تخطهم في الاعتبار انه والله في واحده بتكون سوفت وواحده بتكون هارد. الهارد دي لو ما انتهت بعد ما بتبدا، لكن السوفت دي ممكن يبدوا مع بعض. انت من هناك لما تيجي تخطهم بتكون عارف انه والله دي هارد ودي سوفت. طيب بتقوم بتشبكهم مع بعض وتجمع الديوريشن بتاعهم. The longest duration يا جماعه هو الكريتيكال باث تمام. نجي نشوف في حاجه برضه يا جماعه عندنا حاجه اسمها النير كريتيكال باث، هو ده الاقرب للكريتيكال باث. يعني مثلا انا الكريتيكال باث حسبت الديوريشن بتاع الكريتيكال باث بتاع الديبندنسي بتاعي طلع لي 33 يوم. حسبت بمسار ثاني طلع لي 31 يوم. حسبت بمسار ثالث طلع لي 28 يوم. الكريتيكال باث اللي هو اعلى واحد اللونجست ديوريشن، اللي بعده طوالي ده بكون النير كريتيكال باث. طيب انا عايز بوشنو؟ حنجي نشوفها بعد شويه وحنشوفها اكثر في لما تيجي تعمل كومبريس للسكيدل، لما تيجي تضغط الجدول الزمني بتاع المشروع بتاعك تمام. طيب انت طبعا يا جماعه بتجي بتعمل كالكوليتنج للكريتيكال باث، يعني بتحسب. طيب وين كالكوليتنج ايرلي ستارت فينيش؟ يو هاف تو ستارت فروم ذا بيجينينج اند موف توردز ذا اند. انت لما تيجي تحسب يعني أبدر وقت بتبدا فيه الاكتيفيتي اوكي، انت المفروض تبدا من اليسار، تبدا من البدايه تمام. ولو دار تشوف النهايه بتاعت اي اكتيفيتي النهايه بتاعتها بتقوم بتبدا من اليمين تمام. هنشوفها في مثال يعني ما ما ما, ما تقلقوا. طيب انت لما تجي تشوف ايه ليت ستارت، يعني مثلا والله التاسك دي يعني ممكن تبدا اقصى شيء تبدا بعد بتبدا يوم 15، لكن ممكن ابدر شيء تبدا يوم 12 تمام. ده الفرق بين
الليت ستارت والليت فينش. اوكي يو هاف تو ستارت فروم ذا اند. يعني لما تجي انت تحسب الليت ستارت بتبدا من النهايه, من نهايه المشروع, من الاند. لكن لما تيجي تبدا الايرلي ستارت تحسبها بتحسب من البدايه, من الستارت. تمام. انا بتكلم عن الاكتيفيتي يا جماعه. بعد شويه بديكم لما نشوف المثال بعد ذاك بديكم فرصه تزالوا. تمام. طيب دي ان دي يا جماعه الاكتيفيتي. الاكتيفيتي في اليسار. اوكي الاكتيفيتي A بيبدا طوالي بعدها اكتيفيتي F. اكتيفيتي B بعدها ما في حاجه. تمام. انت لما تيجي يا جماعه تعمل الكريتيكال باس بتعمل الجدول ده, شوف انك بتيجي بعده شيء. تمام. لما يكون اكتيفيتي عندك اكتيفيتي بعدها نقاط كده, لما تاخد نقاط كده معناها انها خلاص دي بعدها ما في حاجه. تمام. عندك مثلا دي بعدها في, يعني من دي ممكن تبدا اي وممكن تبدا اف. تمام. بعد اف ممكن في بي وفي جي. طيب ودي الديوريشن بتاع انت بتقوم بترصهم كده, بتجي بعد شويه بتعمل الحاجه دي يا جماعه. تمام. يعني انا قلت عندي دي هنا. اوكي. بدا بعدها شنو؟ بدا بعدها اي. نرجع له هنا عندي ايوه دي بدا بعدها اي. دي اي وفي نفس الوقت يا جماعه برضو بعد اي بدا لي الاف. الاف دي انا ممكن اصلها بطريقه ثانيه, ممكن ستارت اي طوالي امشي للاف. طيب قال كده منو؟ ما من هنا, من التايم تيبل بتاعك انت لما جيت ديفاين الديبندنسي بتاعتك وحددت والله يا اخي دي سوفت ودي دي مانديتري ودي ديسكريشنري, انت بتقوم بترصهم كده. يعني بتشوف والله اف دي اصلا ما هتبدا لو ما اي انتهت. تمام. اي واف ممكن بيبدوا بعد الدي. تمام. لكن انا في نفس الوقت يا جماعه في الترتيب عندي مثلا دي بتبدا 200 بعد الدي بعد بتبدا طوالي الاف. لو ملاحظين الاف بتبدا بعد اللي هي هنا, ملاحظين الاف ممكن تبدا بعد الدي وممكن تبدا بعد الاي. تمام. منو اللي عمل الحاجه دي يا جماعه؟ انتوا اللي بتعملها, انت اللي بتحددها انت والتيم بتاعك. بتوصل الاكتيفيتي بتاعتك كلها بتجي تبدا تخوت انه والله يا اخي بعدها المفروض يكون شنو؟ الاعمده بتاعت العماره المفروض يكون بعدها في شنو؟ الصبه المفروض يكون بعدها في شنو؟ البياض المفروض يكون بعد شنو؟ تمام؟ انت بترصهم كده بعد ذلك بتحدد انه والله يا اخي لا انا عندي مثلا البياض والكهرباء بيبدوا مع بعض. تمام؟ عندي مثلا والله يا اخي الحوش, البنيان بتاع الحوش والشغل اللي جوا في التشطيب بيبدا مع بعض, ما في مشكله. انت اللي بتحدد الحاجه دي يا جماعه, ما عندها قانون. القانون بتاعي انه شنو؟ انه والله يا اخي انا عندي مانديتري وعندي ديسكشن. المانديتري ما البعادة ما بيبدا الا هي تنتهي, لكن الديسكشنري ممكن ما بالضروره. يعني هسه مثلا احنا شايفين الدي طلعت منها الاي وطلعت منها الاف. الاف لسه ما انتهت, الاي مشت للجي, يعني الجي بدات بتبدا بنهايه الاثنين ديل. تمام. لكن عندنا مثلا الاتش ما بتبدا الا بعد تنتهي الجي, والسي ما بتبدا الا بعد الاتش. عندنا هنا البي, شايفين البي دي وين يا جماعه؟ البي بعد الاف. يعني انا ممكن هنا عندي مسار دي اف بي ان او دي اي جي اتش سي. تمام. او اي اف جي اتش سي. واضحه هنا يا جماعه الحاجه دي؟ اي سؤال قبل ما نبدا نحسب الديوريشن بتاعهم؟ والله يا اخي يا دوب بقت الامور تتضح على الرغم منها في حبه عقيدات كده, لكن كده يا دوب الامور بدات تظبط من البرنامج ده كله. ايوه شويه احسن, شويه احسن. طيب في سؤال؟ شوفوا الحاجه دي يا جماعه بتتركز على شنو؟ بتتركز على ثلاثه حاجات.
الحاجه الاولى انت بتحدد الاكتيفيتيز بتاعتك، بتحدد المانداتوري وين، وبتحدد الديسكريشنري. اوكي، ثاني انت بتحدد وين على ضوء انت خلاص حددت المانداتوري اللي هي نحن مسميها الهارد، والديسكريشنري نسميها الصوف. انت حددت الاكتيفيتي الصوف والهارد. الهارد طبعا يا جماعه لو ما انتهت بعده ما بتبدا، لكن الصوف ممكن، يعني ناس انتم ملاحظين هنا الاف ما انتهت ممكن تبدا الجي، الجي لان ممكن تبدا بنهايه الاي هنا. كويس، فالاي يا جماعه الجي ممكن تبدا بعد الاي وممكن بتبدا بعد الاف. معناها الجي هنا شنو؟ مانداتوري ولا ديسكريشنري؟ سوفت ولا هارد يا شباب؟ سوفت. دي هارد. الجي سوفت. سوفت. لانها بتبدا اي واحده بعد ديل انتهت هي بتبدا. تمام؟ عندك الاي ما بتبدا الا بعد الدي تنتهي. تمام؟ لكن الاف ممكن تنتهي بعد الدي وممكن تنتهي بعد نهايه الاي. فالاف هنا سوفت. تمام؟ عندك البي هارد، لان لو ما انتهت الاف البي ما بتبدا. طيب نجي يا جماعه مثلا نحدد، شايفين الاخضر هنا، شايفين الخط الاخضر هو الرسم الاخضر ده هنا يا جماعه؟ نعم. طيب ده شنو؟ نعم. ده المسار الاول. طيب انت بتعمل المسار الاول، بتقوم بتحسب، بتقول 4 زائد 8 زائد 5 زائد 7 زائد 8 يجيني كم؟ اهو 4 بلس 5 بلس 8 بلس 5 بلس 7 بلس 8 32. يعني انا حسبت هنا المسار ده يعني 32. طيب انا عايزكم تحسبوا المسار ده هنا A F G H C. 6 و 7 11 11 و 5 16 16 33 33. حلو جدا جدا. طيب انا عايز فيكم واحد يطلع لي، انا ثاني عندي مسار، او عندي ثاني مسارين. 18 قول لي الاكتيفيتي بتاعته. A F B end. معلش قول تاني. A F A B B end. A F B A end. وال F A B وال end. F B وال end. مظبوط. A ده مسار. 18. تاني عندك مسار. A F B end. أيوة. تمام. وعندك مسار دي اف دي اف بي اند بي اند. طيب انت بتجي تحسبهم كلهم، بتحسب الديوريشن بتاعهم كلهم. طيب لما تجي تحسبهم بعد ذاك بتجي، يعني شوفوا عندي مثلا، عندي اول واحد طلع معي 32، عندي ثاني واحد اللي هو الاربعه. كويس، هنا 4 7 5 7 8 طلع معي 31، عندي 6 7 كويس 5 5 8 طلع معي 33، عندي 1 اللي هو 6 7 5 طلع معي 18. الكريتيكال باس وين يا جماعه؟ رقم كم؟ رقم 3. رقم 3. ليه رقم 3؟ لانه اطول مسار. ما شاء الله شاطرين. شكرا جزيلا يا دكتور. على ديوريخ المسار دي اف بي اند ده بي 16، مش هو اقل مسار؟ دي اف بي اند دي اف بي اند اللي هو 4 زائد 7 زائد 5 صح؟ اللي هو 18. لكن ما تنسى انه في عندك، لو انت اخترت دي اف بي انت عندك كم اكتيفيتي هنا ما عملتها؟
فانت دائما الشورت ده ما انت معناه شنو؟ معناه البروجكت ده ينتهي في اقل في لما عشان البروجكت كله ينتهي مفروض ينتهي في 33 يوم. تمام؟ لانه 33 يوم دي انكلود ليك ال 18. لو حسبتها باي شكل إن كان ال 18 داخله فيها. لكن وحسبتها والله انا بس دار البروجكت بتاعي ينتهي في 18 يوم عندك في 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 اكتيفيتي ما مريت عليها ما عملتها. فانت عشان تخش عشان تكون في السيف سايد وتعمل الاستيميشن بتاعك صحيح انت بتلعب على اللونجست باث اللي هو الكريتيكال باث، لانه الكريتيكال باث بعد ده بيضمن لك الحاجات دي كلها. بيريحكم وما تضايقك. نعم؟ تلاقيك بيريحك ما تضايقك. بيريحك ما تضايقك فتح الله عليك. تمام يا شباب؟ تمام. سؤال؟ طيب. نجي ثاني هنا يا جماعة عندنا حاجة في الكريتيكال باث اسمها الفلوت، الفلوت أو الإسلاك. الإسلاك دائما يا جماعة نحن بالمعنى البسيط إنه والله يا أخي مثلا أنت عندك ريسورسز، مثلا أنت مشيت والله دار تبني حيطة، حيطة بينك وبين الجيران. الحيطة دي أنت مشيت السوق وجبت 5000 طوبة، تمام؟ ال 5000 طوبة دي الحيطة شالت 3500 طوبة. في زي 1500 طوبة دي بتكون قاعدة ساكت خلاص، انت ما محتاج دي بتسمى إسلاك. تمام؟ فانت برضك في البروجكت بتاعك تعمل حسابك انه انت محتاج للإسلاك 200 وانت محتاج ما محتاج له 200. تمام؟ لما انا هنا اتكلم عن الإسلاك يعني بتكلم عن الزمن، لانه انا بتكلم هنا عن الديوريشن، ما بتكلم عن الريسورسز. لما نجي في الريسورسز هناك بنشوف الإسلاك بتاعه شنو. تمام؟ طيب اول حاجه عندنا حاجه اسمها التوتال فلوت. التوتال فلوت ده يا جماعه هو اسمه الاماونت اوف تايم ان اكتيفيتي كان بي ديليت ويزاوت ديلينج ذا بروجكت ان ديت اور ان انترميديتري مايلستون. طيب انا والله عندي مثلا اكتيفيتي سي اتاخرت، تمام؟ اتاخرت يوم، اتاخرت 3 يوم، البروجكت بتاعي ما حيتضرر كله. تمام؟ طيب انا بعرفها كيف؟ حاجه برضو عندي ليها كالكوليشن، بجي بعمل له طريقه معينه بعمل بها الكالكوليشن انه 200 يكون عندي فلوت. الفلوت دائما يا جماعه ده ببر انت دائما بتستخدمه لو لا قدر الله حصل يعني حاجه جاتك صدن، يعني ريسورسز اتاخرت، عامل عندك غاب، السيستم حصل له شغال بيه بتاع السوفت وير حصل له كراش، انت بكون عندك الفلوت. تمام؟ بتستخدم الفلوت. عندك حاجة اسمها free float. free float يا جماعة إنه اسمه amount of time an activity can be delayed without delaying the early start date. يعني أنا خدت والله إنه المشروع بتاعي ده ينتهي على يعني أقرب تقدير إنه ينتهي يوم 30/7 فرضا. تمام؟ الفري فلوت بتاعي يا جماعه انه اي تاخير بتاع اكتيفيتي ما ياثر لي انه والله البروجكت بتاعي ينتهي يوم 30/7. ده بنسميها الفري فلوت. تمام؟ عندنا حاجه اسمها البروجكت فلوت. البروجكت فلوت يا جماعه سوري بس اعمل شير للسكرين. اوكي انتوا ما شايفين السكرين والله شنو؟ معقول من قبل ما شايفيننا؟ لا شايفنا. اوكي كده شايفين تمام؟ ايوه كده واضحه. اوكي طيب الفلوت يا جماعه عندنا حاجه اسمها التوتال فلوت والفري فلوت والبروجكت فلوت. التوتال فلوت انه الاكتيفيتي دي والله يا جماعه لو تاخرت ما تاخر لي يعني ما تاثر لي على نهايه البروجكت ولا تاثر لي على المايلستون. يعني انا خدت والله انه عندي مايلستون يوم 15/6 والبروجكت بتاعي ده بينتهي يوم 1/8. التوتال فلوت دي ما تاثر على الحاجتين دي، انه والله المايلستون دي انا تكون يوم 15/6 والبروجكت بتاعي ينتهي يوم 1/8. تمام؟ عندي حاجه اسمها فري فلوت اللي هي ده الوقت بتاع الاكتيفيتي لو اتاخرت فيه ما باثر لي على النهايه بتاعت المشروع. تمام؟ يعني انا اخذت انه والله المشروع بتاعي ده ينتهي يوم 1/8. اي فلوت اي اكتيفيتي فيها فلوت اتاخرت ما حتاثر على الحاجه دي.
تمام. عندي حاجه اسمها البروجكتيف فلوت، ده الوقت يا جماعه بتاع الاكتيفيتي لو اتاخرت ما حتتاخر لي اي اكسترنالي امبوست بروجكت كومبليشن ديت، يعني اي ما بتاخر لي اي مثلا الزمن بتاع البروجكت، ما بتاخر لي المايلستون، ما بتاخر لي الايرلي ستارت، يعني ما بتاثر. تمام. طيب انت لما يكون يا جماعه، لما نقول الكريتيكال باث اكتيفيتيز شود هاف زيرو فلوت، يعني انت المفروض لما في الكريتيكال باث بتاعك يا جماعه المفروض ما يكون في اي فلوت، لانه اصلا الكريتيكال باث ده بتاعك لانه ده اللونجست باث، ده اطول واحد، يعني احنا زي ما حسبنا قبل كان 33 يوم. 33 يوم دي ما الاكتيفيتيز اللي بتوصلك ال 33 يوم دي ما يكون فيها اي فلوت. استخدم الفلوت تحت هنا في البي مثلا، ما في مشكله. يعني هنا مثلا البي، نحن قلنا يا عامر قلنا اي اف بي انتهت في كم؟ في 18. انا عندي الفلوت بتاعها كم هنا؟ عندي الفلوت يا جماعه 18. يعني لما البي دي تنتهي بيكون لسه انا فضل لي 12، بيكون فضل لي 15 يوم عشان المشروع ينتهي. فانا معناها عندي فلوت هنا في الحته دي. تمام؟ عندي مثلا الأربعة زائد 8 زائد 5 زائد 7 زائد 8 دي بتنتهي في 32 يوم. وانا اللونجست الكريتيكال باث بتاعي 33 يوم. معناها انا عندي فلوت بتاع يوم هنا. يوم. تمام؟ واضحة يا شباب؟ طيب نجي نشوف انك انت الفلوت بتحسبه كيف. الفلوت يا جماعة اللي هو زي ما قلت لكم ليت ستارت ناقص ايرلي ستارت، بتطرح انه والله يا اخي الاكتيفيتي بتاعي دي انا خدت لها مثلا تنتهي يعني اقرب حاجة بعد 5 يوم، واقل حاجة. ونحن حسبنا الحاجة دي يا جماعة لو تذكروا بالامس بالانحراف المعياري، من نقصه من نقصه من الاكتيفيتي بيطلع لنا الايرلي ستارت، وبنجمعه بيدينا الليت ستارت بنفس الطريقه يعني. تمام. برضو انك انت بتحسب يا جماعه الليت فينش ناقص الايرلي فينش، زي ما انا قبل شويه حسبته لكم بطريقه كده عامه. طيب نجي نشوفه بطريقه اوضح. طيب يا جماعه انت لما تيجي تعمل الاكتيفيتي بتاعتك اول حاجه المفروض تكون راسمه بالشكل ده. تمام. يكون عندك هنا الايرلي ستارت بتاعه، والله الايرلي ستارت بتاعه مثلا يوم 15، الايرلي فينيش يوم 18. انت دي عملتها كيف؟ ما حسبتها قبل بالستاندرد ديفيشن اللي عملته بالبيتا او الترينجل. تمام. عندك برضو الليت ستارت والليت فينيش، حسبتها كيف؟ برضو حسبتها بالستاندرد ديفيشن. تمام. طيب انا عندي يا جماعه الاكتيفيتي اي اف جي اتش ان سي ار اون ذا كريتيكال باث زي ما اتفقنا. تمام. اي تاخير في التاسك دي يا جماعه ده بأثر لي على النهايه بتاعت المشروع، عشان كده انا ما حخلي فيه اي فلوت، ما حاسمح باي فلوت في الكريتيكال باث يا جماعه، لانه لو الفلوت شنو اللي هي زياده، لو خطيت هنا واحد فلوت واحد معناه انت البروجكت بتاعك بتاخر يوم زياده، عشان كده الفلوت بتاعك يكون زيرو، يعني كريتيكال باث ده ما تحدثه. مجرد ما حددت جيت شفت المسارات بتاعتك كلها، شفت اطول مسار ده الكريتيكال باث، ده بعد ده خلاص اعمل له فروزن، يعني ما 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 تلعب فيه، ما تعمل فيه اي فلوت. فلوت اعمله في الـ في الـ في الـ في الـ في الشورتس بس. طيب اديكم لها يا جماعه بمثال ثاني. انا عندي مثلا الخطوط اللي نابت على القطر. تمام. انا والله عندي مثلا التركيب بتاع الفريم، النجار ده بيجي بيركب لي الفريم، بينتهي من الحاجه دي في اسبوع. تمام. عندي السباك اللي بيجي يربط الاحواض، بيعمل الحوض ويوصل المويه وكده، بينتهي في الحاجه دي في يومين. طيب انا ما فارق معي الراجل ده يجيني في بدايه الاسبوع كويس او يجيني في نهايه الاسبوع، الراجل السباك، لكن الفريم الاسبوع ده ما يتاخر لي. تمام. باعتبار انه ده الكريتيكال باث بتاعي، انه والله يا اخي الفريم بتاع المطبخ ده الكريتيكال باث بتاعي. السباك ده يجي في اول يوم، يجي بعد يومين،
يجي بعد في اليوم الخامس انا ما عندي مشكله. تمام. اذا يا جماعه هنا الاكتيفيتي بتاعت السباكه دي بنسميها فلوت. تمام يا شباب، في اي سؤال لحد الان في الفلوت قبل ما نحسبه؟ الصفحه دي ما واضحه، الاخير مؤخرا دي ما واضحه. ما واضحه كيف يعني؟ ما والله ما واضحه. شرح شرح شرح. طيب انت الاكتيفيتي بتاعتك بدي ترسميها كده، مثلا دي الاكتيفيتي ايه، بتقومي ترسميها بالشكل ده وبتكتبي هنا مثلا الايرلي ستارت بتاع بدا 200. انت ما حسبتي الايرلي ستارت، حسبتيه بالستاندرد ديفيشن المحاضر اللامس. بتيجي تكتبيها هنا، بتكتبي الارقام هنا كويس، بتكتبي هنا الايرلي ستارت والايرلي فينيش، هنا بتكتبي الليت ستارت والليت فينيش. بتكتبون عديل يعني، بس بتكتبون ليه نشوفه في السلايد الثانيه. ايوه في سؤال يا دكتور؟ ايوه. بس كنت عايز اسال من اللاين تبع اللي بتتقسم دي قبل شويه، اللي اخذنا منها بس 1 و 2 3 و 4 السلايد اللي قبل دي. دي هنا؟ ايوه. لا سوري، لا ما دي. ايوه دي يا دكتور. لا دي هنا. هل في تقسيم لللاين؟ ايوه. دي بتتقسم على اي اساس؟ عشان اطلع منها بس 1 و 2 و 3 اكتيفيتي. ما انت عايز بتقسمها، انت اللي بتخطي. انت ما مثلا عندك هنا اكتيفيتي دي. اكتيفيتي دي بعدها في شنو؟ بعدها ممكن تبدا اي وممكن تبدا اف. كويس. انت اللي بتحدديها من البدايه لما تيجي تخطي الاكتيفيتي بتاعتك كلها. مثلا المطبخ، انا والله المطبخ ده عندي فيه الفريم، عندي فيه تركيب الدواليب، عندي فيه السباكه، عندي فيه التركيب بتاع المصطبه، عندي فيه مثلا التركيب بتاع الرفوف، عندي فيه التركيب بتاع الابواب. تمام. دي كلها اكتيفيتي انت بتجي بتخطيها، بتكتبيها في الاكتيفيتي ليست وفي الدكشنري بتاعك، انه والله الاكتيفيتي دي اللي بيجي بيعملها لك منو كده. يلا بعد ذاك بتحددي الايام، انه والله يا اخي الفريم ده بياخذ مني 5 يوم. بتحسبيها يعني بالستاندرد ديفيشن واللي نال عملناه امس. حددتي الحاجات دي كلها، بتيجي بترصيهم، انه والله يا اخي انا مثلا عندي السباكه ممكن تبدا لي في اي وقت، ما عندي مشكله، ممكن تبدا لي بعد يعني لو خطيت السباكه بي كويس، انا ما عندي مشكله، السباكه ممكن تبدا لي بعد الاف كويس، او ممكن تبدا لي بعد الدي، ما عندي فيها مشكله، لانها دي ما بتاثر على نهايه المشروع. تمام. لكن انا عندي مثلا الفريم كويس، الفريم ده لو ما تركب انا ما بقدر اعمل اي حاجه بعده. فانت الحاجات دي انت والتيم بتقعدوا بترصوها مع بعض، وبعد ذلك بتحددوا الديوريشن بتاعها. تمام. فهنا ما في قانون الحاجه دي، القانون انت اللي بتخطيه انت، لكن القانون الوحيد في الـ في الـ في الـ في النتورك دايجرام ده يا جماعه اللي هو الكريتيكال باس، انك انت تحدد الكريتيكال باس بتاعك، بتحسب انه والله يا اخي انا خلاص رصيت الاكتيفيتي، عرفت انه الاكتيفيتي دي بتجي بعد شنو، دي بتجي بعد كده، دي بتجي بعد كده. تمام. لما تصل لاخر حاجه، وصلت لاخر حاجه بعد ذاك انت بتحسبي الديوريشن بتاعها، تجمعهم مع بعض وتشوفي المسارات بتاعتهم، ممكن دي تجي بعد دي ممكن تجي بعد دي، بتحسبهم بتطلعي الكريتيكال اللي هو المسار الحرج. شكرا يا دكتور. تمام. طيب نجي نشوف الفلوت، نحن بنعمل له كالكوليشن كيف. طيب زي ما قلت لكم، انت عشان تعمل كالكوليت يا جماعه للفلوت بتاعك، لازم ترسم الاكتيفيتيز مثلا زي A زي B، ترسمها بالشكل ده عشان انت تقدر تجي الموضوع يبقى لك سهل. طيب عندنا مثلا يا جماعه الدياجرام بتاعنا ده ذاته، نحن اتفقنا يا جماعه انه دي كويس. اول حاجه ده انا ما بلعب فيه، من A F G H C ده انا ما بلعب فيه نهائي، لانه ده الكريتيكال باس، ما حاعمل له فلوت. طيب الفلوت بتاعكم كيف؟ اول حاجه يا جماعه عندي انا مثلا المشروع ده بينتهي الايرلي فينيش بتاع المشروع اللي هو هنا يا جماعه، 4 زائد 8 ده البدايه، لانه بتبدا انت من قلنا لما تيجي تجمع بتبدا عشان الفلوت بتبدا
الايرلي فينيش من اليسار والليت فينيش من اليمين. تمام؟ يعني الايرلي فينيش من هنا 4-8 ده الايرلي فينيش بتاعي 4-8-12. تمام؟ طيب عندي الليت فينيش اللي هي 33 ناقص 8 ناقص 7 ناقص 5 اللي هي بيجيني 13. ليت فينيش 13 ناقص 12 بيجيني الفلوت 1 دي. يعني هنا انا عندي فلوت بتاع 1 دي لو انه في التاسكات اللي هنا دي. تمام؟ لان انا بديت من هنا، ده هنا قلت يا جماعه انا ما بشتغل بيه. تمام؟ بشتغل بده هنا عشان احسب فيه الفلوت. طيب الفلوت ده معناه شنو؟ معناه انه والله انا هنا الاكتيفيتي انا بحسب للاكتيفيتي دي، سوري انا بحسب الفلوت للاكتيفيتي دي. يعني الاكتيفيتي دي لو تاخرت لي بيوم واحد انا ما عندي مشكله، المشروع بينتهي في 33 يوم بتاعه. تمام؟ خلوني بس اعيدها سريع ثاني. انت بتمسك اول حاجه لما تيجي تعمل يا جماعه الفلوت الكريتيكال الاكتيفيتي هنا اللي بتقع لك في الـ في الـ في الكريتيكال باس دي ما بتشتغل بيها، بتمشي للاكتيفيتي دي مثلا اي انا قاعد احسب الفلوت بتاعها. طيب الفلوت بتاعها قال لك شنو؟ قال لك اول حاجه انت بتجيب الايرلي فينيش، هي بتنتهي متين يا جماعه؟ الاي دي بتنتهي بعد كم؟ بعد كم يوم؟ سؤال ليكم يا شباب. بعد 12 يوم. ليه بعد 12 يوم؟ 12 يوم. ليه بعد 12 يوم؟ لانه 4 و8 تبدا بعد 4 يوم، تنتهي بعد 8 يوم. اوكي مظبوط، لانه يا جماعه اي ما بتبدا الا بعد تي، سوري بعد دي. لو دي ما انتهت ما بتبدا الاي، لكن مجرد ما دي انتهت طوالي بتبدا الاي اللي هي 4+8 بتاخذ 12 يوم عشان تنتهي. ونهايتها بيسلمها هنا، انت بيسلمها للجي. طيب ده ال 12. طيب ده الايرلي ده الايرلي فينيش بتاعه، يعني بتنتهي بعد 8 يوم. طيب انا اشوف انه الليت فينيش بتاعه. الليت فينيش يا جماعه بتبدا من النهايه، انت بتحسب من نهايه المشروع اللي هي 33 اللي حنقول المشروع ده اللونجست المسار الطويل بتاعه او المسار الحرج بتاعه 33. انت 33 بتخطها هنا، يلا بتبدا بتطرح 8 7 5 8 ناقص 8 بتجيك 13. لما تطرح الليت فينيش ناقص الايرلي فينيش 13 ناقص 12 بيجيك يوم واحد. يعني انا الاي دي لو اتاخرت لي يوم واحد انا ما عندي مشكله. تمام؟ تمام. طيب انا عايزكم يا جماعه تحسبوا لي الفلوت بتاع بي. بتاع شنو؟ دي بتاع بي. أوكي. بي 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 اوكي بي. ايوه بي فور برافو 15. لا ما 15 12 11 كده. اشرحها لي عملتها كيف؟ اشرحها لي انا وصلت لها كيف؟ لا 11 سوري 11 صح 11 ما في مشكلة. طيب وصلت لها كيف؟ اللي هي 7 زائد الخمسة صح؟ 7 لا ما 7 زائد الخمسة لا 7 زائد الأربعة. لا دكتور كم؟ لا أول حاجة الإيرلي فينيش بتاعها الإيرلي فينيش بتاعها الإيرلي فينيش 4 زائد 4 النهاية. يا شباب لحظة، الإيرلي فينيش من البداية من الستارت هنا 6 زائد 7 ده هنا ما عندها مسار هنا. 6 زائد 7 كم؟ 13 دي خدتها علي هنا. طيب النهاية بتاعتها، النهاية نحن قلنا المشروع بينتهي في 33 صح؟ 33 ناقص 5 كم؟ 33 ناقص 5 7 28 28 ناقص 13 15 لو اتاخرت 15 يوم انا ما عندي مشكله. اوكي جوريت تمام. يعني بي دي لو اتاخرت لي 15 يوم انا برضه بتنتهي لي في الوقت قبل نهايه المشروع، يعني ما عندي فيها مشكله. تمام يا شباب، ده الفلوت سهل جدا بس انت اهم حاجه تخطي لي الكريتيكال باس ده ما تشتغل بيه.
اي اكتيفيتي هنا في الكريتيكال باز هنا في الحته دي انت ما بتشتغل بيها. انا اشتغلت بيدين ليه؟ انا ما حسبتهم، انا حسبت الفلوت للاي وللبي، لكن ما بحسب فلوت لسي ولا اتش ولا جي ولا اف ولا اي. ديل انتشابل يا شباب، تمام؟ طيب نمشي نشوف يا جماعه. لما تجي في حاجات مهمه جدا جدا هنا، ممكن يكون عندك، ممكن يكون عندك اكثر من كريتيكال باس. يعني حسبت المسار الاول طلع لك 33، المسار الثاني طلع لك 12، الثالث طلع لك 33، الرابع طلع لك 33، الخامس طلع لك 18. معناه انت عندك اكثر من كريتيكال باس، فعادي ما في مشكله دي، ما ناي. لكن لما يكون عندك اكثر من كريتيكال باس معناها الريسك بيكون هاي، بيكون عالي جدا في المشروع. يعني ما بيكون عندك فلوت كثير، تمام؟ لانه احنا قلنا يا جماعه الفلوت ما الفلوت المفروض يكون زيرو في كريتيكال باس. طيب لما يكون عندك زي ما قلت لكم يا جماعه، لما يكون عندك يعني several critical passes or having several near critical path mean the project has high risk. برضو لو انت مثلا، انا جيت والله مثلا عندي الكريتيكال باث بتاعي 33، واحد بس 33، لكن لقيت انه والله يا اخي انا عندي 31 كم مسار، معناه انا برضو عندي ريسك عالي جدا جدا، تمام؟ فانت دائما لما تيجي تحسب فلوت، الفلوت ده يا جماعه شنو الفلوت ده؟ ما انت حاجه بتحطه في جيبك، يعني ده يعني بتستند عليه. لو حصل لك اي تاخير انت بتستند عليه. يعني انا ممكن التاسك بي دي ممكن لو مثلا شغاله فيها نهاد، ونهاد برضه شغاله لي في بي، في بي وشغاله لي في دي، انا بقول لها يا نهاد بي دي ما تركز لي على اسيا لانه دي فيها فلوت، تمام؟ لكن مثلا روى ماسك لي في الكريتيكال باس، ما عنده اي مجال بتاع تاخير حاجه، تشتغل الحاجات كلها في وقتها، تمام يا شباب؟ ادم شغال في نير كريتيكال باس، بقول له اسمع التاسك بتاعتك دي كريتيكال، دي قريبه من المسار الحرج، فما عندي طريقه بتاع التاخير، انا عايزه تنتهي لك في وقتها زي ما نحن حددناه، تمام يا شباب؟ ايوه. طيب نمشي. سؤال تفضلي. ال 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 الكريتيكال باث دي اللي هي الشغل بتاع الديوريشن والفلوت يعني دي مطالبه بها انا عشان يعني مده نهايه المشروع مثلا ولا ليه الحاجه؟ لا كيف انت عندي مطالبه بها عشان انه ما ده الجدول الزمني بتاع المشروع بتاعك. وانت مطالبه تحسب الفلوت والكريتيكال باس عشان تعرف انه والله انا عندي مثلا التاسك اي بي سي دي ديل في الكريتيكال باس ديل انا ما بقدر اخرهم. ايوه عامل حسابي انه الريسورسز بتاعتهم جات في وقتهم، وانه الزول المزول منهم بداهم في وقتهم. تمام؟ يعني بتتحسب على البروجكت مانجر انه هو اف انه ستارت ايرليير اور بالضبط كده. تمام. طيب عندنا يا جماعه ممكن يكون عندك نيجاتيف فلوت. لما يكون عندك نيجاتيف فلوت معناها في شنو؟ معناها حيكون في ديلي في تسليم المشروع. ما شاء الله تبارك الله، ليله نجمي يا استاذه نهاد. اي لما يكون يا جماعه جيت حسبت حسبت انه لقيت انك الفلوت بتاعك دائما بزيرو، انت معناها عندك مشكله كبيره جدا والمشروع ده ما حيتسلم في وقته، تمام؟ شوف there can be negative float it means schedule is behind. يا روان روان ده تطلع معانا ولا شنو؟ طيب يا جماعه دائما لما انت لازم تحسب الفلوت، ضروري جدا تحسبه لانه ده بيساعدك، تمام؟ لكن مجرد لقيت انه والله عندك نيجاتيف فلوت انت معناه في حاجات تمشي تغيرها سريع، في اكتيفيتيز تضغطهم مع بعض، في مثلا تخلي ادم يشتغل لك في تو اكتيفيتيز في وقت واحد، تمام؟ طيب
شفتوا لما قال لك طوالي if there is negative float you should compress the schedule. لازم تضغط مجرد ما حسبت لقيت انه والله يا اخي انا عندي نيجاتيف فلوت طوالي تمشي تعمل ضغط للجدول بتاعك. If you need to cut an activity duration in critical path cut the earlier activity duration. لما انت دارت في الاكتيفيتي يعني انت ضغطت لقيت انه والله ما عندك حل الا تهبش الاكتيفيتي الواقع عليك في الكريتيكال باث. انت دائما اقطع من البدايه من الايرلي اكتيفيتي. يعني مثلا الاكتيفيتي بتاعتك دي والله لو بتبدا لك مثلا في اليوم الخامس خليها تبدا في اليوم السادس. تمام. طبعا دي من وين؟ من الحسابات بتاعتك اللي عملتها بين لما جيت عملتها ديفاين اكتيفيتيز واستيميت ديوريشن. تمام. الحاجات دي كلها طبعا ما بتكون قاعده عندك جاهزه. انت طوالي بترجع عليها بتشوف الاكتيفيتي ديوريشن بتاعك بتقوم والله بتقول لا انا دي بدل ابداها مثلا يوم 12 حبداها يوم 13. تمام. نجي نشوف يا جماعه الحاجه طوالي اللي بتيجي بعدها. نحن نجي نعمل كومبريشن يا جماعه بنعمله امتين. كومبريشن بتعمله انت لما يكون عندك نيجاتيف فلوت. لما تحس جيت حسبت السكيدول بتاعك ده لقيت والله انت عندك فلوت. الفلوت ده بالنيجاتيف معناها انت تضغط. طيب تضغط كيف؟ انا عندي كم طريقه بضغط بيها. عندي حاجه اسمها فاست تراكنج. فاست تراكنج ده يا جماعه من واضح يعني انت تسرع الحاجات. لكن المشكله وين يا جماعه؟ المشكله انه دي الريسك بيكون عالي جدا جدا. كويس؟ فعشان كده لما يكون عندك فاست تراكنج تكون يعني الريسك. وبعدين في حاجه اسمها الريوير ريكويرز مور يعني اي حاجه بتاعت ريوير يعني جات عملت لك مثلا انت عملت لها تشينج ريكويست وجاتك راجعه اوكي انت المفروض تعمل لها يعني تخلي لها بالك اكثر من الحاجات اللي ما فيها ما حصل لها ريوير. تمام. لانه اصلا انت لما تعمل فاست تراكنج حتظهر لك حاجات ثانيه محتاجه لريوير. تمام. عندنا حاجه اسمها كراشنج دي يا جماعه انك انت يعني مثلا والله يا اخي انا ممكن اضغط في اكتيفيتي انتهي منها في 3 يوم لكن انا بدل محتاج لعاملين بدل عامل واحد. دي اسمها كراشنج. يعني انا خلاص شغال في المطبخ بتاعي ده حسيت انه والله يا اخي الفريم ده اتاخر ومفروض ينتهي بكره والعامل ده لسه ما 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 ما, ما كملوا لي. انا في الحاله دي ممكن اجيب له عامل ثاني مساعد لكن في الحاله دي الكوست حيزيد. فانت عندك حلين يا اما تستغنى من الـ من الـ من القروش تدفع قروش زياده لو الاسبونسر ما عنده مشكله او تزيد في الزمن لو الاسبونسر ما عنده مشكله. تمام. انت الكلام ده يا جماعه في البلاننج ما 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 في انا يعني. طيب في حاجه اسمها يا جماعه مونتي كارلو اناليسيس. مونتي كارلو اناليسيس دي بتعمل شنو؟ دي بتقوم بتدخل لك هي اصلا مونتي كارلو اناليسيس دي يا جماعه ده سيستم سوفت وير يعني برنامج بتاع الاستيميشن. كويس. او ده دائما هو طبعا اصلا بدا يستعملوه الناس الشغالين في الطاقه الذريه وفي كده يعني الحاجات دي الطاقه النوويه. فبيقوم بيعمل لك شنو؟ بيقوم بيعمل لك اناليسيس يعني بيقوم بيحسب لك الحاجه دي على ضوء كده دي على ضوء كده يعني حاجه فيري كومبليكيتد. انت هنا ما 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 محتاج انك انت تعرف ان البرنامج ده بيعمل كيف. لكن انت الحاجه المفروض تعرفها انه والله يا اخي انا ممكن استعمل مونتي كارلو اناليسيس لو حصل عندي الفلوت بتاعي ماينس. لو حسيت انه والله البروجكت بتاعي ده ممكن يسلم بعد الديدلاين بتاعه. فانت بتجي ده بالذات في المشاريع اللي بتكون انت ما قدرت عملت فاست تراكنج ما نفع عملت كراشنج ما نفع. بعد ده بتعمل شنو؟ بتجيب السيستم ده وبتستخدمه اللي هو اسمه مونتي كارلو اناليسيس. المونتي كارلو اناليسيس ده بيقوم شنو؟ بيقوم بيدخل لك المسارات يعني بيقوم بيدمجي لك. تمام؟ بيدمج لك مثلا مسارين مع بعض بيدمج لك 3 مسارات مع بعض بيدخلهم مع بعض وبعدين بيديك النتيجه. ده انت ما بتلقى له الا لما يكون المشروع بتاعك كومبلكس. وفي نفس الوقت انت لما تجي تعمل المونتي كارلو اناليسيس ده حيكون عندك يعني ريسك ما عادي. فانت لازم تعمل حسابك في الحته دي. عشان كده يا جماعه
السكادول مانجمنت مربوطه مع الكوست ومربوطه مع الريسك. تمام يا شباب؟ في اي سؤال؟ طيب نمشي. طيب انت لما يكون عندك يا جماعه البروجكت بتاعك ده بيهايند سكادول متاخر، انت المفروض تعمل شنو؟ في خطوات المفروض تعملها. اول حاجه تشيك ريسك الري استيميت. طوالي اول حاجه اعمل يعني شوف المخاطر وين اول حاجه، واعمل عيد التقييم بتاعك، عيد الحسابات بتاعتك. تمام، دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه فاست تراك ذا بروجكت، لانه الفاست تراك ذا بروجكت فيه ريسك، لكن الريسك ما زي لما تيجي تعمل كراشنج ولا لما تستخدم مونتي كارلو اناليسيس. الثالثه الممكن الحاجه الثالثه تلقى لها اللي هي كراش ذا بروجكت. تمام، دي قلنا يا جماعه الاحتمال انك يا تدفع قروش زياده تخلي السبونسر يدفع قروش زياده او الوقت يتاخر شويه. الوقت بتاع الاكتيفيتيز يا جماعه، ما الوقت بتاع البروجكت يعني. تمام، يعني تلعب في الاكتيفيتيز ديوريشن. الحاجه الثالثه يا جماعه او الرابعه انت بتلقى لها ريديوس ذا سكوب، ترجع ثاني للسكوب بتاعتك دي تنقص فيها مثلا. تمام، انه والله يا اخي انا مثلا المطبخ ده بدل المقاسات بتاعته مثلا 8 في 7 هعملها 750 في 620 والله. المهم يعني تعمل ريديوس للسكوب بتاعك. كت ذا كواليتي، دي اخر حاجه انت تلقى عليها اللي هي كت ذا كواليتي. كت ذا كواليتي معناها شنو يا جماعه؟ ما معناها انك انت تطلع للسبونسر ده حاجه اي كلام، لا، انت بدل مثلا تستعمل له خشب مثلا مهوجني، المهوجني مثلا غالي، ممكن تستخدم له نوع بتاع خشب ثاني اقل. تمام، بدل مثلا الـ 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 البرنامج ده مثلا تعمل له تعمل له ويب سايت وتعمل له اب للتليفون، تقول له يا اخي اسمع ما بنقدر نعمل لك الاب للتليفون، نحن بس حنعمل لك الويب سايت. دي ريديوس ذا سكوب. لكن الكواليتي انك انت والله يا اخي الويب سايت بتاعك ده بدل يحصل له مثلا الناس دي الواحد لما يجي يفتح الويب سايت عشان يمشي لصفحه ثانيه تاخذ 5 سكند، نحن حنعمل لك 10 سكند. تمام، انت هنا يقط في الكواليتي. وانا كده يا دكتور اكون خلصت. نعم تفضل. السلام عليكم. الان الاشياء الخطوات اللي انا حقوم اعملها من الفاست تراك والحاجات دي كلها، اوكي في معلش ارجع لي هنا. ايوه، انا الحاجات دي ببدا اقيسها في المرحله بتاعت البلاننج، ولا لما اكون شغال في تنفيذ اللي هو البروجكت نفسه من اكسكيوت، يعني انا شغال على انتاج البرودكت بتاعي. سؤال جميل. انت ما لانه السكيدل بتاعك ده نحن قلنا بيتغير على يعني بيتغير بعمر المشروع، لانه بتكون في متغيرات كثيره يعني، لانه المشروع بتاعك ده مستحيل مشروع يتنفذ زي ما انت مخطط له. بمعنى شنو؟ انه والله انا مخطط انه المطبخ ده نبدا فيه يوم 15، يوم 20 نحن نكون انتهينا من الفريم، يوم كده. دي يعني دي ريرلي انها تحصل طوالي كده يعني، لازم يكون في تاخير هنا، لازم يكون في شنو. فانت بتعمل شنو؟ الحاجات دي اثناء ما انت بتنفذ. اثناء ما انت بتنفذ يعني لازم مثلا يعني خطوات علاجيه للعمليه بتاعت التنفيذ يعني. طبعا هي خطوات علاجيه كلها، ما هي هنا قال لك if you are behind the schedule. تمام، يعني لازم مثلا يا عامر انت يعني المنبه بتاعك ما طالع ماشي الشغل كويس، انت دائما بتصحى الساعه 5، يوم المنبه بتاعك ده ما ضرب. تمام، بدل تصحى 5 صحيت 7، معناته انت متاخر ساعتين صح؟ أنا أنت في حاجات كثيرة حتلغيها يعني بس عشان تمشي تصل للشغل بتاعك. يعني ممكن أنت لو الصباح بتحضر الأخبار بتمشي تقعد في النت شوية ممكن الحاجات دي تستغنى عنها لأن هي حاجات ما إيسينشال. تمام؟ لكن مثلا أوكي. لازم مثلا تغير، لازم تلبس اليونيفورم بتاع الشغل، دي الحاجات الإيسينشال. نفس الفكرة، أنت لما البروجكت بتاعك ده يكون متأخر أنت في حاجات لازم تضغطها. كويس؟ في حاجات لازم تسرعها، في حاجات لازم تنقصها. تمام،
طيب معناته الحاجات دي انا اللي بقيسها لي اثناء تنفيذ المشروع واثناء المونيتور اند كنترولينج، مش كده؟ بالضبط كده، بالضبط كده. عشان كده قال لك يعني واحده من هنا في مرينا على قبل شويه انه الديفلوب بتاع الكريتيكال باث ده ممكن يتغير بعمر المشروع، يعني كل مره يمكن يظهر لك كريتيكال باث جديد. مظبوط، اوكي. فعشان كده انت از بروجكت مانجر انت لازم تكون يعني انت السكيدل ده ما شغلتك انت براك، لكن انت بتكون المعلم بتاعه. فانت تكون عارف انه والله يا ادم انا والله يا اخي مثلا الاكتيفيتي او بي دي ادم ما تلعب لي فلان داير والله انت في كده الان ده في الكريتيكال باث. روح الاكتيفيتي دي واف دي بليز عليك الله بس في وقتهم، تسلميني في وقتهم. نهاد انت عندك بي ممكن نحن ناخرك شويه تجي تساعدي ادم او تساعدي روح، تمام؟ فانت الشغل بتاعك مش انه تكون مايسترو بتاع الاوركسترا، تشيل من هنا وتقود هنا وتشيل، لكن في النهايه انت في البدايه تبدا بشنو؟ بتبدا بالريستيميت. الريستيميت ده اللي هو تشيل من هنا وتقود هنا، تمام؟ بعد ذاك حصل والله يا اخي الريستيميت ده ما نفع معي، انا بعمل فاست تراك، اسرع في 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 خطوات لازم اسرعها، في اكتيفيتي لازم اسرعها، تمام؟ برضه الفاست تراك ما نفع، تمشي بعد ذاك كراش البروجكت. كراش اللي هو ده تدفع يا تدفع قروش تدفع السبونسر قروش زياده او في اكتيفيتي تديها ايام زياده، تمام؟ ده كله ليش يا عامر؟ عشان انك انت تسلم البروجكت في الوقت بتاعك. مظبوط، تمام. والحاجه دي دائما بتظهر معاك بتين بتظهر معاك دائما بعد نص المشروع، يعني بعد نص المشروع بدا خلاص مشى، بعد ذلك بتظهر معاك الحته بتاعت والله في اكتيفيتي تاخرت، في مثلا ريسورسز ما جات، في ريسك حصل، في فيلد حصل، والله يا اخي نحن الحيطه دي اتبنت غلط، كويس معناها لازم نحن نهدها كويس ونبنيها من جديد كويس. فهي دي الحاجات اللي دائما بتحصل لك في الـ في الـ في الحته اللي بتاخر لك المشروع بتاعك من التسليم. مظبوط، مظبوط، اوكي. اي سؤال يا شباب؟ يا دكتور تفضل. يلا في المرحله دي المانجر بيعمل ريكويست للسبونسر ولا بس هو بزعل نفسه بيعمل الحاجه دي؟ لا، انت عندك انت في حاجات ممكن ما بتحتاج تعمل ريكويست يا ادم. انت قلت تعمل ري استيميت كويس المرحله الاولى دي عملتها والامور ظبطت، انت ما محتاج لي تشينج ريكويست، تمام؟ ولا الفاست تراك انت محتاج لي تشينج ريكويست، ولا الكراش ذا بروجكت انت محتاج لي تشينج ريكويست. انت محتاج تشينج ريكويست لريديوس سكوب لانك انت حتنقص حاجه كويس، ومحتاج والكات كواليتي انت دي هنا محتاج ل ابروف ريكويست. اوكي، لا شكرا. اي سؤال يا شباب؟ ما في سؤال؟ في فيدباك؟ في اي تعليق؟ في اي حاجه؟ الكراش دي شنو؟ الكراش اللي هي تضغطي تعملي مثلا انت عندك تاسك A وتاسك B. تاسك A بيشغل فيه نفر واحد في بياخذ 3 يوم، وتاسك B شغال فيه نفر ثاني بينتهي في 5 يوم، انت دايره تنتهي منهم الاثنين في 4 يوم. بالكومون سنس كده انت المفروض تعملي شنو؟ أعجل، يعني أعمل أحاول سريع سريع أخلص الحاجة. سريع سريع كيف؟ هتعمل يعني مثلا إذا في خطوة بعمل فلوت، يعني إذا في خطوة يعني المهم بحاول أقرب الفترة الزمنية أسرع. إكسلنت، ممتاز. تعملي تمشي شوفي الفلوت وين، كويس حلو. أها تاني فلوت ده معناه في الزمن، يعني انت السكوب بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع التايم انت مشيت لعبت فيه. طيب لقيت انه ما في طريقه، ما في حته بتاعت انه فلوت، الحاجه الثانيه تعمل شنو؟ ما في طريقه لشنو؟ انا ما فهمتها. ما في طريقه، ما في طريقه للفلوت. ما انت ما فتشت لقيت انه ما في فلوت خلاص، هتعمل شنو؟ يعني اقلل الماده اللي اقلل الحاجه المفروض اتعامل بها. لا 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 لا، دي ما الكت الكواليتي، لا دي المرحله 5. لكن انت قلتي من قلتي الكراش
الكراش اللي هو يا إما تمشي تفتش الفلوت وين وتنقي وتلعبي في الحتة دي، أو تجيبي عامل زيادة. كويس، تجيبي عامل زيادة على كوست عشان تسرعي. يعني مثلا آدم بنتهي في 3 يوم وروعة بتنتهي في 3 يوم، تمام؟ انت دايره هما الاثنين انتهوا التاسكين، الماسك وادم والماسكاورو ده انتهي لك في 4 يوم بدل 6 يوم. انت المفروض تعملي شنو؟ طبعا يعني ما حتشغلي الجماعه دي، انت تشغليهم اوفر تايم بالمنطق كده، لانه ممكن يكون في مشكله في الكواليتي وكده، او هم من البدايه قال لك اسمعي انا والله ما عندنا طريقه نشتغل اوفر تايم. انت في طريقه في الحاله دي حتدفع قروش زياده تجيبي عامل عشان تنتهي في تجيب لهم زول يساعده عشان ينتهوا من في الزمن المعين. يا دكتور انا عندي مقترح في الموضوع بتاع الكراش ده. تفضل. يعني انا زي ما انت قلت انا بقوم بضغط الشغل، مظبوط؟ ايوه. انا ممكن اجيب ادم ده اقوم احفزه اقول له يا اخ اسمع، اذا انت قمت خلصت لي الموضوع ده في 3 ايام للتاسك A ومعه قلت احمد خلصوا الموضوع ده في 3 ايام بدل 5 ايام، انا هشوف لكم في المنطقه بتاعت الفلوت، تمام؟ هديكم ريست مثلا يومين، تمام؟ معناه ايش عملت شنو انت؟ ضغطت عمل كراش. دي عملت لها كراش كده ضغطت. لا معناه ايش عملت شنو؟ شوف الكلمه الاخيره اللي انت قلتها، انه والله في الوقت بتاع الفلوت بديكم اجازه، معناه استخدمت الفلوت. مظبوط. ايوه تمام، ما في مشكله. اوكي دي ما دي ايوه دي كحاجه تحفيزيه للكراش عشان ما ادخل في العمليه بتاعت الريسكوب ولا الكات. دايما المرحله بتاعت الكراش دي اللي بتجي بيكون عندك ما في فلوت. الفلوت دايما بيجي في الفاست تراك. تمام. المهم anyway انت دي الحاجات المفروض تعملها. يعني لو حصل انه المشروع بتاعك ده رننج بيهايند، دي الخمسه حاجات المفروض انت تعملها. لكن انت بتبدا من البدايه بتشوف اسهل حاجه والله انا اشوف انه الفلوت وين، اعمل ريستيميت للحاجات وكده يعني، تمام؟ لقيت انه والله يا اخي اوكي. الحاجه الثانيه اللي بتعمل فاست تراك ذا بروجكت، تمام؟ فاست تراك اللي هي بتعتمد على الفلوت. لقيت انه والله يا اخي الفاست تراك ده اوكي ما 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 لسه ما بيظبط معي، انا هعمل كراش. أربعة وخمسة ديل بتجاليهم لو خلاص الموضوع بقى بعد ده خلاص يعني ما حتقدر، ما عندك أي حل إلا ريديوس السكوب أو تلعب في الكواليتي. وضحت يا شاب؟ باشمهندس مظبوط. أيوه معك يا ريس. تمام ميمي تمام. يا شباب في أي سؤال؟ لو ما في سؤال يا جماعه نحن انتهينا. تمام. والكويز ان شاء الله بكره حترجع لكم الكويز باذن الله. ولو في اي سؤال يا جماعه النقاش في النهايه بالله اصل النقاش. النقاش في الجروب وكمل الكويزات يا شباب. بإذن الله إن شاء الله. الله يديكم العافية ونشوفكم بكرة إن شاء الله. يسلم. شكرا لك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا يا نهاد، كثر خيرك حبيبتي. شكرا لك.